عاود هادي ثلاثة أربعة الزرق مليح يالله داخل السوق باش دير السندير هذا مرضي خويا من جهتني وجهة الشيطان العربية كاين مليح تبارك الله عندو الكارطة ديالو كلشي ديالو كاين اما مالك شتي مليح تبارك الله المفروض سامع أربعة الملايين أربعة الملايين سامع اللهم بارك الواك يخرب السيمي بعدك الحجوز غادي اشرب وتختار معاك من جيتي تريني تشري نشريو داك الشيء عليا سبحان الله دي فوق خلينا اليوم ما نعبر معاه ما
انا بتعدي لي بربعه قال لي دوب ربعه الليل قال له انت الصغار الشرطه ما كيتفهم هذه اللاعبين الصغار شهاده غادي تشد فيا انت باقي باقي ما عرفتش على الولاد شاف تجي عند عود دابا وسير بحال ترقد شاف لا الدراري حتى اربعه غامن دول يا صاحبي ويا صاحبي لا خروجه هذا ما بيكتبش عليك وغيقول لك انت ويت خلع ما جرت عليك مع اخو عمي اربعه نسير حتى مش عند شي واحد ندي العود ما راح تجيش فلوس عطيه جوج ما نعطيه الثاني اربعه نحطها ما راح تجي واحد والعمر كي غنديروا ليه عاود هادي
كتسحب هذوك الناس اللي كيقراطيو العباد الله الفلوس هادو هادو ما تلقاش معاهم المزاح هادو قهروني يا خويا انا باش نقولها لك نيشان هضره ديال الرجاليد باش نوقف معاك انايا ما تخاف حتى من حاجه انا راك عارفني راك عارفني براسي عريان باش هي دقه ديال البرا حلال 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 زيد زيد طلقت نقا خويا شحال من مليون؟ انا ياهو بسم الله شحال من مليون؟ 10 انت وين 10 شتيش غدير؟ شريف شتي معانا بالربح عيب مع الناس بالربح نهار الجمعة نهار الجمعة راه ما غيرك واش تتصوني عليا في التليفون باش نمشي انا وياك صافي وانا قلت غيدفع جوج شريف اش بغينا دابا الهضرة الخاوية وانا قال غيدفع جوج ماشي عليا ماشي هو اللي يضرب جوج قبيلة شريف واش بغينا دابا حنا الحقاني وعدوتك في الأمانة شريف اش بغينا دابا الحلقة هادي شنو هاد الحلقه هادي العود ناضي نهار الجمعه غايشد فلوسو راه بيعني جدع صغير وبيعني بالوراق وبيعني البارب يدخل العود مع الخي عنده البارب هنا كاع في السوق دابا تشحفوني دابا عاود ما تشحفونيش انا صاحبي قلب على البارب وما تشحفوني الا عندك عوده بارب تاخذ مليون ونص ياك الفلوس ياك العود السيمانه الفايت راه عندنا الفلوس زعما الناس تسير زعما الناس تسير من الوالدين راه لي راه كارت ديال مول العود لا كارت ديال مول العود نصوروه باش نمشي